الرحمن الرحيم. أنا محمد إبراهيم مدير إدارة بأحد شركات البترول. حضرنا هنا في عالم الصحراء كورس متخصص شوية. حابب أشيد وأقول رأيي في المكان. بصراحة حاجة ما شاء الله، حاجة محترمة جدا. الاستقبال وحفاوة الاستقبال حاجة محترمة جدا. أنا كنت جاي دورة تدريبية تبع خدمات بترولية في عالم الصحراء، والمكان بسم الله ما شاء الله المكان جميل جدا والدنيا مية مية، والمهندسين هنا قاموا بالواجب تمام وكل حاجة تمام، وقدرنا نستفيد من كل الدورة والتدريبية وكل حاجة تمام. أنا المهندس محمد فوزي، مهندس كهرباء، وجيت هنا عشان أخد كورس في شركة عالم الصحراء تدريب. وبصراحة لما جينا هنا الكورس نفسه كان ضمن الكورسات اللي هي أهم الكورسات اللي أنا خدتها على مستوى الكورسات اللي خدتها قبل كده. النسبة بتاعت الجماعة اللي هم بتاعت التدريب، بصراحة احنا هنا لقينا ناس يعني على أعلى مستوى من الضيافة، الاستقبال، المادة العلمية بصراحة يعني برضو حاجة محترمة جداً.